قبل شوي حكينا على مود المفرزه اللي حجزوا سيارتنا، هسه دفعوا لهم 25 وطلعوهم. دفعوا لهم 25,000 وطلعوهم. زين؟ خلي وزير داخليه يسمع، يخلون المفارز بلاش بلاش يلزمون السيارات وبدون حجج، يعني ما عندهم شيء. هسه خابرونا دفعنا 25 وطلعوها. 25؟ اي والله. مال غدا؟ اي والله. 25,000 هسه بارحه بالليل لزموهم يم النهضه، المفرزه مال النهضه يم الخط السريع تنزل، كان اكو مفرزه، واليوم طلعوهم اخذوا من عندهم 25,000. هم زين 25 نعمه من الله. لو طالبين 50. وعلى مود مرض السكر، اني بهولندا والله العظيم كل 3 اشهر ابو الصيدليه دز لك هيك كرتون ادويه مال السكر ويعطيك اياها بلاش كل 3 اشهر. هذولاك يهود، هذولاك اليهود. زين؟ كل 3 اشهر والله العظيم اكو كل 3 اشهر يخابروك، انت ما تعرف 3 اشهر ينتهي يخابروك يقول لك يابا فلان ابن فلان انت الادويه مال السكر محضرين لك اياه. بس تروح للصيدليه اذا يقولون اذا ما تقدر تجي احنا ندز لك اياه، احنا ندز لك اياه. زين؟ هذولاك اليهود واحنا مسلمين الحمد لله. الله كريم. الله كريم والله ينصر الجميع. امين. حبيبي مشكورين.